طبعا الجسر المتهالك صار تقريبا اكثر من سنتين هو المفروض يحل محله جسر كونكريتي. فالمنطقه ناشدت اكثر من مره، ناشدت الحكومه المحليه في زمن الحكومه المحليه السابقه بانشاء جسر، ولكن ليس لا جدوى لهذا الموضوع. لحد الان مشروع الانحال صار تقريبا اكثر من 5 اشهر وماكو اي نتيجه. مشروع الجسر انحال الكونكريتي يردون يقطعون جسر يعني، وهاي المنطقه جسر حيوي. المؤسسات النفطيه عليه، طلاب الجامعات المعاهد بشكل عام، جامعه ميسان، المناطقنا اللي هي منطقه صيبه الاولى والثانيه والطبر، يعني كلاهما الجسر حيوي. حدث اليوم هو جسر خاوي، جسر منتهي، جسر متهالك. احنا تدري الخط مال الطالب، بس الطالبات حدود 1500 طالبه بس من المجر، جامعات نقل هاي مال جامعات. انت لو يعني يقول هسه احنا حسب احتماليه يقول اكو ستاركس طايحه جوا، احنا نطالب من بابا نقلل من يعني الدوله. احنا ما خلينا والله العظيم باب ما دقينا، ليش ماكو تجاوب عمو؟ يعني عمره طويل الجسر ومتهالك، كان كل ما يوقع يسوون له حلول ترقيعيه، لكن ما صارت به حادثات. هذا اليوم حلت كارثه، راح الضحايا تقريبا بالاربع سيارات جوا بالمي، هي وناسها، وما نعرف الضحايا لحد الان، اللي رايح للجامعه يداوم واللي رايح على باب الله على المعامل. يعني الناشد من؟ الناشد مكتب رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني ان يتخذ اجراء بهذا الموقع.